قول له يا ابونا احنا نشكر المسيح عاصرنا واحد قال لنا لقد نجا الانجيل، فقال لي دي سبب قوه حياه كثير مننا. ايه حكايه قد نجا الانجيل دي؟ لو تفتكروها، واحد روسي هو ومراته عايشين في بيت، كان يحب الانجيل جدا جدا، وحصل حريقه حصلت في البيت، البيت كله ولع وطلعوا جاي حبوا يطفوا مش عارف ما عرفوش يعملوا اي حاجه. فالراجل هو ومراته عايزين ينقذوا نفسهم، فهو ماشي لقى الانجيل على المكتب، راح الانجيل وطلع جاري وطلع بره البيت، فبيقول لا ما تزعليش لقد نجا الانجيل، نجا الانجيل. بس يعني قوة حياتنا كلها انا جبته معايا، البيت يولع يولع ملوش قيمة. دي بقول لابونا احنا اتربينا على ان لقد نجا الانجيل، يعني دستور حياتنا هو الانجيل. جايز احنا مش زي الاباء القدام اللي كانوا يحفظوا الايات، عندنا اباء يحفظوا النصوص، جايز بسبب تكويننا او بسبب ونحفظ ايات كتير، ولكن المرشد لحياتنا هو الانجيل. الانجيل بيقول ايه؟ لو تربينا على كده كشباب الانجيل هو قائد حياتنا، هتفرق كتير في حياتنا، حاجات كتير قوي.